أهلا بحضراتكم معانا لتفاصيل الأخبار، نبدأها من مطالبة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للمجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم للدول الإفريقية لمواجهة جائحة كورونا. شارك السيد الرئيس اليوم في فعاليات قمة دعم الاقتصاديات الإفريقية والتي انقسمت إلى جلستين، الأولى بشأن التمويل الخارجي والديون، والثانية بشأن تطوير القطاع الخاص والإصلاحات والبنية التحتية الإفريقية. سيادة السفير بسام راضي المتحدث الرسمي للرئاسة أعلن اليوم أنه تم التوافق خلال القمة على بلورة رؤية مشتركة لدعم القارة الإفريقية خلال جائحة كورونا، بما يشمل موارد من القطاع الخاص ومبادرات لتعظيم التمويل الميسر المتاح للقارة من خلال المؤسسات الإنمائية الدولية. الرئيس ألقى مداخلة خلال جلسة التمويل الخارجي والديون أشاد فيها بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد هذه الجلسة وهذه القمة التي تمثل فرصة هامة للتشاور حول سبل توجيه الدعم الاقتصادي لدول أفريقيا، خصوصا في مرحلة التباطؤ الاقتصادي المترتب على جائحة كورونا التي يمر بها العالم اليوم. احنا عندنا فقرة مهمة النهاردة عن هذا الموضوع، هيكون معنا فيها سيادة السفير محمد عبد الغفار رئيس المجلس الاقتصادي الافريقي. زي ما قلت لحضراتكم، فرنسا اسقطت 5 مليار دولار ديون على السودان، ودي حاجة كويسة جدا، برضو جزء من افريقيا يعني. وامبارح الحقيقة كان في ملاحظة مهمة جدا قالها دكتور غسان ضيفي الكريم من باريس، انه اقتصاديات افريقيا تحتاج لتسريع تكنولوجي، يعني عايزة تكنولوجيا أسرع، عايزة مصانع بتشتغل بعلم أكتر عشان الاقتصاد بتاعها ينمو بوتيرة أكبر. خبر اللي بعد كده، القمة الثلاثية بين السيد الرئيس السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون وجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. خلال هذه القمة الثلاثية لبحث الأزمة الفلسطينية تم التوافق بين الزعماء الثلاث على تركيز جهودهم ومساعيهم السياسية المشتركة بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الشركاء الدوليين من أجل التوصل لوقف العنف والتصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية خلال مشاركة الرئيس اليوم في هذه القمة التي جمعت مصر وفرنسا والأردن. سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. سيادة السفير، يعني ربما يكون تصاعد الأحداث بهذه الوتيرة له فوائد، يعني طبعا احنا نأسف لكل ما يحدث في فلسطين، لكن من الفوائد ان العالم بدأ يتحرك ويدرك ان مصر كان عندها حق وانه لابد من يعني مساعدة أفريقيا، مساعدة السودان. إيه رأي حضرتك فيما يحدث؟ طبعا يعني بداية المبادرة الفرنسية باستضافة قمتين حول أفريقيا في يومين في هذه المرحلة الحرجة بالنسبة للقارة الأفريقية وبالنسبة للعالم بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية للغاية لجائحة فيروس كورونا على كل اقتصادات العالم، لا شك أن هذه مبادرة لها مغزاها وجاءت في وقتها. البعض ربما يقول جاءت متأخرة بهذا الشيء، لكن هي مبادرة توقيتها ممتاز ومبادرة بتعكس إدراك العالم لأهمية التعامل مع الأوضاع المقلقة. طيب فندم، بالنسبه لفلسطين واسرائيل، ده كان الموضوع الرئيسي في مناقشه القمه الثلاثيه النهارده، مصر فرنسا الاردن، فحضرتك تشوف هل هتستطيع هذه القمه ان تخرج باوراق ضغط حقيقيه على اسرائيل لوقف اطلاق النار والتراجع عن هذا العدوان الكارثي؟ حضرتك غيرت الموضوع فجاه. معلش يا فندم، هو القمة احنا بنتكلم على القمة الأفريقية عن السودان وعن قمة تمويل اقتصادات أفريقيا، وكنت أنا برد على بستطرد في الإجابة مرة واحدة، حضرتك حولت إلى أنا بعتذر لحضرتك. العفو، يعني عايز تتكلم حكى على قمة ثلاثية، أهلا وسهلا. اتفضل يا فندم، اتفضل. أهلا وسهلا. يعني طبعا الأحداث، العدوان الإسرائيلي السافر والغاشم على قطاع غزة وعلى المسجد الأقصى وعلى القدس الشرقية، ف
فرض نفسه ليس فقط على اجتماعات أو القمم اللي انعقدت في فرنسا على مدى اليومين الماضيين، وإنما فرض نفسه على الأجندة الدولية، سواء الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الروسي، العالم كله أمام العدوانية والوحشية الإسرائيلية. يعني بدأ يتحرك، وأمس الرئيس الأمريكي في اتصال، في ثالث اتصال تليفوني مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، لأول مرة يطالب يؤيد وقف إطلاق النار، مما لا شك فيه أن مصر والأردن أكثر دول إحساسا وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. واليوم شهدنا مبادرة كريمة جدا من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي مبادرة غير مسبوقة، إن هو تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لدعم مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة. القمة الثلاثية الفرنسية المصرية الأردنية في باريس اليوم هي بتعكس قلق كبير من جانب الحكومات الثلاثة، واستشعارهم إن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك ويجب أن يعمل ويضغط بما فيه كفاية على الحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. اليوم حماس أعلنت استعدادها لوقف إطلاق النار إذا ما التزمت الحكومة الإسرائيلية بمثل هذا الإجراء. القمة الثلاثية، القمة المصرية الفرنسية الأردنية، تذهب إلى أبعد ما هو يتعلق بوقف إطلاق النار. هي تطالب وتؤمن أن بعد وقف إطلاق النار يجب التحرك الفعال من أجل استئناف مفاوضات السلام بين الجانب الفلسطيني، بين السلطة الفلسطينية وبين الحكومة الإسرائيلية. طبعا العدوان الإسرائيلي الراهن ليس هو الأول من نوعه على قطاع غزة منذ عام 2007. حضرتك دي رابع عدوان إسرائيلي على قطاع غزة بنفس الحجج الواهية، ألا وهي تدمير البنى التحتية لجماعة تقول إسرائيل إن هي جماعة إرهابية، لكن في واقع الحال الحكومة الإسرائيلية ورئيس الحكومة تحديدا بنيامين نتنياهو بيقامر بهذا العدوان لكي يحتفظ بمنصبه كرئيس للحكومة الإسرائيلية، ويدعو إلى جولة خمسة من الانتخابات العامة ويخرج منها منتصرا بقدرة على تشكيل ائتلاف حزبي تكون له الغالبية في الكنيسة. لكن طبعا العالم كله اليوم أدرك أنه يجب التحرك الفعال والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، وفي نفس الوقت أصوات تتعالى داخل الولايات المتحدة الأمريكية وعلى امتداد العالم أنه ينبغي التحرك من أجل تسوية القضية الفلسطينية. فحضرتك مصر والأردن بصفتهما أول دول عربية وقعت اتفاقيات سلام مع الدولة العبرية، ولهم حدود مشتركة مع فلسطين. مصر لها حدود مشتركة مع قطاع غزة ومع إسرائيل، الأردن لها حدود مشتركة مع الضفة الغربية. طبعا الأردن ومصر لهم مصلحة أكيدة في إحراز تقدم على صعيد تنفيذ حل الدولتين. مشكورك يا فندم. العفو العفو. شكرا جزيلا سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، ويتنيل مع حضراتكم لتفصيل الخبر اللي هو تحدثنا في ثنايا كلامنا مع سيادة السفير عنه، وهو إعلان السيد الرئيس
تبرع مصر ب 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، كان ولهذا المشروع الكبير. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسه قال ان الرئيس اعلن عن تقديم مصر 500 مليون دولار كمبادره مصريه تخصص لصالح عمليه اعاده الاعمار في قطاع غزه نتيجه الاحداث الاخيره، مع قيام ايضا الشركات المصريه المتخصصه بالاشتراك في تنفيذ عمليه اعاده الاعمار ونقل خبراتها في هذا المجال للجانب الفلسطيني. جاء هذا خلال مشاركه السيد الرئيس في القمه الثلاثيه بشان تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينيه واللي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزي في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. أشاد نواب البرلمان المصري بجهود القيادة السياسية في مساندة الأشقاء الفلسطينيين لتجاوز هذه الأزمة وتعويضهم عن الخسائر الفادحة اللي لحقت بهم، وأكدوا دعم الدولة المستمر تجاه فلسطين. والحقيقة مجلس الشيوخ أشاد والترند بتاع تويتر أشاد، الكنيسة الأرثوذكسية أشادت، وزير الدولة للأوقاف نزل إشادة كبيرة، الحقيقة هيئات كتير ونقابات كتير. الأستاذ محمد مصطفى مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط للشؤون الخارجية، مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك والسادة المشاهدين. أستاذ محمد، يعني عايز أعرف يعني تقييم حضرتك لهذه الخطوة اللي ممكن يراها البعض أنها يعني تحميل على اقتصاد مصر، أو أنه أولى أبناء هذا الشعب بفرص لمشاريع، أو أن هي تعمل إنعاش اقتصادي ما، لكن من المؤكد أن هذا في عمق السياسة، فأحب أعرف رأي حضرتك حول هذا الموضوع. يعني بداية، إذا كان هناك من يريدون دائما الصيد في الماء العكر والتشكيك في أي قرارات تقدم عليها القيادة السياسية أو الدولة المصرية، فهؤلاء مردود عليهم بنص المبادرة نفسها اللي أعلن عنها الرئيس، واللي كان فيها أيضا تقديم هذا الدعم المالي لإعادة الإعمار مع مشاركة الشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار. يبقى هنا ليس فقط تقديم منحة، ولكن أيضا أن تكون الشركات المصرية في صدارة من يقومون بعملية إعادة إعمار غزة، ونحن دائما أولى بفلسطين، والشعب الفلسطيني شعب جار لنا على مدار التاريخ، وهذه حقيقة ثابتة لا يمكن لأحد تغييرها. أستاذ محمد، اسمح لي أسألك عن بوادر أزمة سياسية جاءت في نشرات الأخبار الرسمية اليوم بين الإمارات والسعودية، دي على خلفية حاجة ليها علاقة بلبنان، لكن في بوادر أزمة ما بين الإمارات وما بين إسرائيل. هل بتتوقع حضرتك أن خطوة التقارب الإسرائيلي الخليجي اللي حصلت هتتأثر بشكل أو بآخر بالوضع اللي احنا فيه؟ يعني خليني بس يعني أكمل إجابتي على السؤال الأول. اتفضل يا فندم. زي ما قلت لحضرتك أن الشركات المصرية مشاركة أو ستشارك بقوة في عملية إعادة إعمار غزة، وهذا أمر من شأنه تنشيط الاقتصاد المصري وأيضا تنشيط الاقتصاد الفلسطيني والعمالة الفلسطينية. تمام. الشركات المصرية ليست شركات أجنبية أوروبية أو إقليمية، لكنها شركات ستحظى فيها العمالة المصرية وكذلك العمالة الفلسطينية بقدر كبير من فرص العمل، وأيضا التكاليف اللي تكاليف عملية إعادة الإعمار ستكون أقل بكثير جدا مقارنة بأي شركات من أي دول أخرى تشارك فيها. يعني حضرتك تقصد أن ده في حد ذاته خدمة أخرى تضاف للرقم اللي هو 500 مليون دولار؟ بالضبط. دول العالم الكبرى تتنافس منذ عقود، مش دلوقتي بس، على أي عملية إعادة إعمار في أي دولة تدمرها الحرب. صحيح. بداية من أفغانستان، مرورا بقى بالعراق، ثم سوريا، ثم ليبيا في الوقت الراهن. هذه أمور كثيرة ومهمة وعميقة بتخدم اقتصاديات دول عظمى، دول إقليمية بس. فكنا ندخل على الخط بهذه القوة وهذه القدرة وهذه المبادرة التي لا تقتصر على تعهد زي الدول اللي تعهدت من قبل في الحرب السابقة بإعادة إعمار غزة ماليا وما أوفتش بالتزاماتها. مصر عندما تعد تنفذ تعهداتها بالكامل. لكن النقطة الأهم هنا أن هذه الأموال ليست فقط لغرض إنساني، لكنها موجهة أساسا لدعم صمود الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته. دعم الصمود الفلسطيني أمر بالغ الأهمية، وهذا الدعم
ليس فقط سياسيا أو عسكريا أو أمنيا، لكن الأهم من ذلك أن يكون اقتصاديا حفاظا على الكرامة الفلسطينية في مرحلة النضال لحين إقامة الدولة الفلسطينية. تمام. نرجع لسؤال حضرتك تاني لو تذكرني بيه بعد إذنك. كنت بس بتكلم عن هل يمكن أن يحدث توتر بين إسرائيل والإمارات والدول بقى الخليجية اللي عملت تطبيع مؤخرا يعني؟ نعم، أولا يجب أن نرى جميعا المشهد على حقيقته، وهو أن توازن القوى يختل الآن بعيدا عن إسرائيل. ليس فقط بسبب معطيات إقليمية ولا معطيات دولية، لكن قبل كل ذلك معطيات داخلية في إسرائيل. وهذه المعطيات والمتغيرات دفعت بالرئيس الإسرائيلي نفسه أن يتحدث للمرة الأولى أن إسرائيل تواجه الآن حربا أهلية. عندما يخرج عرب فلسطين، عرب 48، عن دائرة الاحتواء والسيطرة والتطويع اللي قام بيها الكيان الإسرائيلي على مدى عقود طويلة، ومعروف طبعا ان هم معاهم جنسية إسرائيلية فهم مواطنين يعني، لكن هم خرجوا عن الإطار اللي بالزبط. إسرائيل عايزاه، عشان كده بقت حرب أهلية. بوضح ليه يعني يذوبوا في هذا النسيج. هم ما قدروش الإسرائيليين يحققوا ده، والمظاهرات خرجت في اللد وفي مدن وفي أشدود وفي القدس. فالرئيس الإسرائيلي وصف هذا الوضع بأنه حرب أهلية تواجهها إسرائيل للمرة الأولى. الحرب الأهلية دي معناها أن الكيان الإسرائيلي يواجه خطر وجودي وخطر هوية، على عكس ما أراد من صنعه هذا الكيان. فده خطر شديد، وعلشان كده إسرائيل يعني بتواجه أزمة كبيرة، وتدرك أنه سيكون لها انعكاساتها على الخارج وعلى الرأي العام الخارجي، وحتى على قرارات القادة ورؤساء الحكومات في دول العالم. لأن دولة بهذا النسيج الهش وهذا الضعف، تلت مواطنيها زي ما هم عايزين اللي هم جنسوهم بجنسيتهم يتمردوا على هذه الدولة، إضافة بقى اللي احنا شايفينه في غزة وفي الضفة، سواء مظاهرات حادة أو صواريخ بتطلق، كل دي أمور بتغير توازن القوى، وبالتالي يفترض أن تتغير مع حسابات كل دولة إقليمية ناحية إسرائيل. بالنسبة للإمارات تحديدا، أنا كنت أرفض من البداية أي محاولة للتشكيك في قومية وعروبة دولة الإمارات وشعبها وقيادتها من خلال يعني التوقيع على اتفاق مع الجانب الإسرائيلي. لكن كنت أرى أن الإمارات بقدراتها الاقتصادية والمالية يمكن أن توظف هذه الورقة لخدمة القضية الفلسطينية. والآن بنجد المواقف الإماراتية أكثر وضوحا ودعما للشعب الفلسطيني، بما يشكل ردا مناسبا على كل من حاوله التشكيك في عروبة الإمارات، اللي كانت يمكن الدولة العربية الوحيدة أو إحدى دولتين أخذوا على عاتقهم الوقوف مع مصر بعد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. فعروبة الإمارات ليست محل تشكيك طبعا. أنما هناك طبعا محاولات للإيقاع بين دول الخليج العربي وتحديدا الإمارات والسعودية لكسر المحور المصري الإماراتي السعودي. وهذه أمور أتصور أن القادة في الدولتين من الحكمة بمكان ألا يستدرجوا لمثل هذه الأمور. والعلاقة بين الدولتين والقيادتين علاقة وطيدة. قد يكون أحيانا، وهذا أمر متعارف عليه، في تباين في وجهات النظر حول أولويات تكتيك التحرك في هذه المرحلة. مشكورك جدا أستاذ محمد مصطفى، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط للشؤون الخارجية. واستأذن حضراتكم نروح نشوف جزء.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة لدعم الاقتصاديات الإفريقية في العاصمة الفرنسية باريس بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من قادة الدول الإفريقية. أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية. نشوف كده تصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة لترند تويتر بقرار تخصيص مساعدة غزة. برز اسم السيد الرئيس النهاردة ضمن الهاشتاجات الأكثر الهاشتاجز الأكثر تداولا بين رواد مواقع تويتر على خلفية إعلان سيادته تقديم مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لإعمار غزة بعد الأحداث الأخيرة وقيام الشركات المصرية بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. أشاد رواد تويتر بقرار السيد الرئيس السيسي الداعم للفلسطينيين ودور مصر القيادي في القضية الفلسطينية وكون مصر الشقيق الأكبر للدول العربية. أحد المغردين قال الرئيس السيسي الوحيد اللي ما بيتكلمش شغال وبس، لا بيطلع في مؤتمرات يقول شعارات ولا يرفع علم فلسطين والناس تهلل وراه، عايز تساعد فلسطين اتعلم. أحد المغردين أيضا قال الرئيس السيسي من باريس يعلن تقديم مصر 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لقطاع غزة، تسلم الأيادي يا رئيس، مصر معاك أم الدنيا لكل أشقائها العرب. الخبر اللي بعد كده هو طبعا الكلام اللي كان بيقوله سيادة السفير حسين هريدي عن والأستاذ محمد مصطفى عن مسألة إعادة إعمار غزة، يعني كأنك أنت يعني خلاص فرضت أن أنت اللي هتاخد هذا النصيب اللي الدول العظمى كلها بتتصارع عليه زي ما قلت لكم قبل كده، سواء في ليبيا، العراق، سوريا، اليمن، السودان، غزة، لبنان. نروح للقاء السيد الرئيس اليوم مع مدير عام صندوق النقد الدولي. التقى السيد الرئيس اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس بالسيدة كريستيالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي. تناول اللقاء استعراض مسيرة التعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي خلال الأعوام الماضية. أعرب السيد الرئيس خلال اللقاء عن التقدير لتلك الشراكة البناءة التي أدت لنجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر، مشيرا إلى الحرص على استمرار التعاون مع الصندوق بالنظر لما تمثله تلك الشراكة من توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين. أكد الرئيس أن الشعب المصري كان له دور رئيسي في نجاح جهود الدولة في تنفيذ عملية الإصلاح بوعيه وإدراكه لحتمية الإجراءات الإصلاحية. السيدة جورجيفا أكدت تطلع الصندوق صندوق النقد الدولي لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر، وأكدت حرص الصندوق على الاستمرار في إبراز قصص النجاح التي تحققها مصر ومختلف إصلاحاتها وإنجازاتها الاقتصادية والتنموية وشراكتها الناجحة مع الصندوق كنموذج يحتذى به من جانب دول أخرى. دكتور بسام قمر كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مساء الخير يا دكتور باسم. مساء الخير يا فندم، أهلا بيك. أهلا بحضرتك، كل سنة وأنت طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة. يعني العلاقة، إحنا كنا تناولنا العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي لما حضرتك شرفتنا في الاستوديو، لكن هذا اللقاء الجديد يمثل إضافة بتشوف حضرتك ممكن تعود علينا اقتصاديا ازاي في تعاون جديد ومرحلة جديدة بين مصر والبنك الدولي؟ والله حضرتك يعني إشادة صندوق النقد الدولي بالأداء الاقتصادي لمصر عموما ده شهادة العالم كله بيحب ان هو يسمعها ان هو يتعرف عليها، زي ما يكون يعني في شهادة جودة بتعطى للدول. وصندوق النقد أكبر هيئة على مستوى العالم عندها مصداقية في إن هي تحكم على الأداء الاقتصادي للدول. صحيح. فلما يقولوا وما لهمش أي مصلحة، لما يقولوا إن مصر بتقدم برنامج إصلاح ناجح وإن الاقتصاد المصري حاليا عنده من الصلابة ما مكنه إن هو يمر بأزمة كوفيد بشكل أفضل من دول تانية كتيرة جدا، ويحث على إن التجربة المصرية
في الإصلاح يستفيد منها دول تانية، ده بالتأكيد شهادة العالم كله يحب أنه يسمعها، والمستثمرين على مستوى العالم كله مستنيينها علشان إن شاء الله لما الأزمة تنفرج يبقوا عارفين أنه هم وجودهم في مصر مهم جدا في المستقبل. طيب دكتور باسم، يعني البعض، وأنا دايما أعلن هذا التخوف قدام حضرتك عشان أسمع ردك في هذا الموضوع، البعض يقول أنه طبعا الصندوق مبسوط لأن مصر عمالة تستلف منه، لكن الحقيقة أنه اللي احنا بنشوفه أنه الأجال الطويلة اللي حصلت عليها مصر للقروض والفوائد الضعيفة جدا اللي بتتاخد بيها هذه القروض بتقول أنه البنك بس بيرجع الفلوس دي ويضمن أنها ترجع عشان يسلفها لدولة تانية برضو للتنمية والإعمار. إيه رأي حضرتك؟ اه طبعا بالضبط، يعني صندوق النقد الدولي، وانا كان ليا الشرف ان انا اشتغلت في صندوق النقد الدولي 12 سنه، ملوش مصلحه ان هو يقرض الدول، يعني هو بيقرض الدول عشان يساعدها على عمل برامج اصلاح تحسن من وضع الدوله وتاهل الدوله اللي هي تعتمد على نفسها، فهو مش مثلا هيتربح زي اي بنك خاص من ان هو يقرض الدوله فهو سعيد ان هو بيقرض. بعد كده يعني صندوق النقد بيقرض مئات المليارات من الدولارات كل سنة، دول كتيرة جدا. أيه. فما احترامي جدا يعني مش الأربعة خمسة عشرة مليار اللي بيديهم لمصر هم دول اللي هيفرقوا مع صندوق النقد، لا لا نهائيا، لكن هو بيحب ان هو يقول طيب احنا بندي لهذه القروض وبندي معاها بعض التوصيات لكيفية وضع برامج إصلاح. أيه. يعني بمنتهى البساطة ايه اللي يخلي دولة مصر او غيرها تروح صندوق النقد الدولي تقترض منه؟ إن عندها بعض المشاكل. أيه. عندها خلل. لو كان وضعها ممتاز ما كانش اتخرط منه اصلا، وخبره الصندوق بقى بتتجلى او في البنك انه بيقول لك طب ما انت كمان عندك جزء من المشاكل في سياساتك البنكيه او الاقتصاديه صلحها. بالظبط بالظبط كده. طيب. فبيكون في تعاون على فكره برضه عشان للعلم بالشيء، الدوله هي اللي بتحط برنامج الاصلاح بناء على خبرتها ودرايتها بمعطيات امورها. ايوه طبعا. وبتعرضها على صندوق النقد، وصندوق النقد بيقول ده كويس ده مش كويس، لا ده هنا احسن، لا هنا نعمل زي الهند احسن، لا هنا زي المغرب. يعني محدش بيفرض علينا اصلاح معين. لا. او في توقيتات معين. لا، لكن طبعا بيكون في متابعه. طبعا. ان انت التزمت معايا برنامج اصلاح. صحيح. قلت انت هتنفذ برامج اصلاح كذا وكذا وكذا بخطه وبتوقيت زمني وقوانين معينه سيتم فنها. صحيح. تحرير معين لسعر الصرف، تخفيض معين لسعر الفايده، في خطه. لو ما التزمتش الدوله بهذه الخطه صندوق النقد ما بيدفعش، اللي بقول لك انت مش متفق معايا بالخطه اللي انت عايز تحطها. بشكرك جدا دكتور باسم قمر، كبير الاقتصاديين لمنطقه الشرق الاوسط البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه. نروح للرئيس الفلسطيني محمود عباس اللي اعرب عن شكره للموقف الوطني والقومي للرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس دوله فلسطين محمود عباس اعرب اليوم عن تقديره وشكره للموقف الوطني والقومي الذي اعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مبادرته الهامه للمساهمه في دعم الشعب الفلسطيني من اضرار العدوان الاسرائيلي الاخير على غزه. اكد عباس ان هذا الموقف القومي والتاريخي يعبر عن حقيقه مصر ودورها العروبي في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه حتى قيام دولته المستقله وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد محمود عباس على أن مصر كانت ولا تزال السند القوي والمدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والتاريخية وعلى رأسها المقدسات الإسلامية والمسيحية. كلام ده مهم جدا يا أخواننا. ليه؟ لأنه بعض الناس تصورت أن مصر خلاص بقى تركن من القضية الفلسطينية، دخلت بقى الإمارات ودخلت دول بقى معاها فلوس وكده وعملت تطبيع مع إسرائيل، لدرجة أن في مسؤول إسرائيلي لما كانوا بيوقعوا المعاهدات دي قالك إحنا مش محتاجين خلاص لمحادثات سلام ولا محتاجين نوصل لحل مع الفلسطينيين. لا، فلسطينيين وراهم دول تقيلة، والدول اللي انتوا عملتوا معاهم اتفاقيات مش هينسوا فلسطين، والأم بقى الدولة الرئيسية الكبيرة في المنطقة اللي ليها علاقات طيبة مع الجانبين دول ومع كل الجوانب السياسية الأخرى اللي هي مصر، وبرز دورها مرة تانية، وهنتناول ده إن شاء الله في فقرة الحوار. نروح لمبادرة السيد الرئيس اللي ثمنها النهاردة مجلس الشيوخ. المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعلن تأييده الكامل لمبادرة السيد الرئيس التي أعلن فيها دعم قطاع غزة بتخصيص 500 مليون دولار لعملية إعادة إعمارها ومشاركة الشركات
المصرية المتخصصة في إعادة الإعمار. أكد مجلس الشيوخ أن تلك المبادرة المصرية هي استمرار لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم، جهوده الدائمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتي تعبر عن موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة. وعبر مجلس الشيوخ عن شكره وتقديره للقيادة السياسية إزاء هذا الموقف المصري المشرف في دعم القضايا العربية. زي ما قلت لحضراتكم في البداية، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشيد بمبادرة السيد الرئيس لإعمار غزة. أشادت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تودروس الثاني بالمبادرة المصرية التي أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بتقديم 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة من جراء الأحداث الأخيرة التي جرت بها مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية الإعمار في لفتة مساندة ودعم للأشقاء الفلسطينيين في المحنة الإنسانية التي يمرون بها. بيان الكنيسة أيضا ذكر أن هذه المبادرة تؤكد بوضوح على دور مصر التاريخي الذي قامت وما زالت تقوم به في دعم الشعوب العربية بوصفها الشقيقة الكبرى لأشقائها العرب. نروح أيضا لمشيخة الأزهر. أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة في نتيجة للأحداث الأخيرة مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. أكد الأزهر الشريف هذه المبادرة ترجمة فعلية للعقيدة المصرية الراسخة من أن القضية الفلسطينية هي قضية المصريين والعرب الأولى، وتأكيد لدعم مصر للقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة وللحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. مفتي الجمهورية أيضا أعلن دكتور شوقي علام فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تأييده الكامل لكافة جهود الرئيس لدعم الأشقاء في فلسطين لصالح إعادة الإعمار ومشاركة الشركات المصرية. وثمن فضيلة المفتي ما ورد في تصريحات الرئيس بإعلانه موقف مصر الدائم والثابت من القضية الفلسطينية وضرورة وقف أعمال العنف في أسرع وقت والتوصل لحل شامل وعادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية. وزارة الصحة والسكان تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس أرسلت مساعدات طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. أعلنت الوزارة النهاردة دخول عدد كبير من الشاحنات لتقديم مساعدات طبية للفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات الرئيس، وقالت إن الشاحنات تحمل مساعدات بتصل 65 طن مستلزمات طبية وأدوية وتقدر قيمتها ب 14 مليون جنيه لدعم الأشقاء بقطاع غزة. الشحنات الطبية بتشمل مستلزمات للجراحة والحروق والتجميل، مكافحة العدوى بالفيروس، واسطوانات أكسجين، ماسكات، أجهزة تنفس صناعي، ومضخات محاليل ومستلزمات تشغيل وحاجات كتيرة قوي. الحقيقة احنا ممكن نشوف جزء من هذا الفيديو ونرجع نكمل مع حضرتكم. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية كل احتياجات الأشقاء الفلسطينيين، أرسلت وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة فلسطين 65 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية تقدر قيمتها بنحو 14 مليون جنيه لدعم الأشقاء في قطاع غزة. الشحنات الطبية المصرية شملت مستلزمات للجراحة والحروق والتجميل ومكافحة العدوى، بالإضافة لأسطوانات الأكسجين ومسكات وأجهزة التنفس الصناعي ومضخات المحاليل ومستلزمات تشغيل الطوارئ والأقسام الداخلية وآلات طبية للجراحات الكبرى والصغرى. وشملت شحنة المساعدات الطبية المرسلة إلى فلسطين أدوية التخدير والمراهم والمسكنات والمضادات الحيوية وغيرها، بما يضمن توفير أهم الاحتياجات الطبية
للأشقاء الفلسطينيين، ويؤكد على استمرار دور مصر الريادي تجاه كل أشقائها العرب. ايضا تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صندوق تحيا مصر يخصص الحساب رقم 037037 لاعاده اعمار غزه. هذا الرقم كان مخصص لصندوق تحيا مصر منذ ثوره 30/6 وبيان 37، عشان كده اسمه 037037. تنفيذا توجيهات السيد الرئيس خصص صندوق تحيا مصر الحساب رقم 037037 إعادة إعمار غزة في كل البنوك المصرية لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة، تلبية الاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين. وأكد الصندوق استعداده لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للقطاع تتضمن أكثر من 100 حاوية ستصل لقطاع غزة تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية. يعني لو حضرتك عايز تتبرع للإخوة الفلسطينيين في قطاع غزة هتتبرع على 037037 إعادة إعمار غزة، يعني بعد الرقم في شرط على السطر وإعادة إعمار غزة، لأنه 037 ده كل ما يصل لصندوق تحيا مصر. رئيس وزراء البرتغال، وده كان لقاء مهم جدا للسيد الرئيس النهاردة، لأن البرتغال هي اللي بترأس الاتحاد الأوروبي حاليا. مصر بقيادة السيسي نموذج ملهم للاستقرار وتحقيق التنمية، ده التصريح اللي قاله النهاردة رئيس وزراء البرتغال اللي التقاه السيد الرئيس السيسي بمقر إقامة سيادته بالعاصمة الفرنسية باريس، رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا. أعرب الرئيس خلال اللقاء عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات المصرية البرتغالية وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات. أشاد الرئيس أيضا بالقيادة البرتغالية الحالية للاتحاد الأوروبي وجهودها في دعم القضايا الإفريقية وثمن التنسيق الوثيق بين البلدين الصديقين. وأكد رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا حرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات ودعم الجهود اللي مصر بتبذلها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. ممكن نشوف جزء من هذا اللقاء ونرجع مع حضرتك. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامة سيادته بالعاصمة الفرنسية باريس السيد أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أعرب عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات. كما أشاد السيد الرئيس بالرئاسة البرتغالية الحالية للاتحاد الأوروبي وجهودها في دعم القضايا الإفريقية مثمنا سيادته التنسيق الوثيق بين البلدين الصديقين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومؤكدا في هذا الإطار أهمية استمرار وتعزيز آليات التشاور المنتظم والدوري بين البلدين. دكتور إمام غريب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مساء الخير يا فندم. أهلا بك في مساء الخير. دكتور إمام، يعني البرتغال رئيس الاتحاد الأوروبي، كيف ترى مستقبل التعاون بين مصر والبرتغال اقتصاديا والدعم السياسي اللي ممكن البرتغال تقدمه من خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي لمصر؟ نعم، يعني هذه القمة التي تعقد الآن في باريس هي
نستطيع أن نقول أنها قمة مصرية خالصة تبرز التقدم الذي حدث في مصر السنوات الأخيرة، وإذا كانت القمة معنية بالانتقال أو المرحلة الانتقالية في السودان فهي بالمناسبة يعني تحتذي النموذج المصري الذي حدث في التطور الذي حدث في الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة بعد حكم الرئيس السيسي بداية من عام 2014 ومحاولة للمحاكاة. وبالتالي عندما نتحدث عن البرتغال كونها رئيسة للاتحاد الأوروبي، أوروبا تسعى جاهدة لأن تنهض السودان، هذا السودان الذي قيل أنه سلة غذاء العالم، وأيضا تسعى إلى نهضة ومحاولة تخفيف الأعباء عن هذه القارة السمراء التي تأثرت تأثرا كبيرا بجائحة كورونا خلال العام الماضي. وبالمناسبة هذه القمة جاءت من خلال ما عرضه تقرير للبنك الدولي مؤخرا بأن هناك انخفاضا كبيرا في أو سوف يكون هناك ديونا كبيرة على القارة الإفريقية تصل إلى قرابة 290 مليار دولار. وبالتالي جاءت هذه القمة في محاولة لإحياء الاقتصاد الإفريقي واقتصاد السودان، وتحديدا أخذ نموذج مصر لأن يستطيع أن يكون نموذجا جيدا لهذه البلدان الإفريقية والسودان على وجه الخصوص. هل يا فندم يعني هذه المحاكاة نتوقع خلالها أنه بما أن مصر عملت وكل الدول الأفريقية تحتذي هذا النموذج، يبقى إذن مش هنسقط أي ديون عن مصر أو نعطيها مزايا عينية أو اقتصادية لاستمرار مسيرة تنميتها؟ يعني أعتقد الإسقاط الديون سوف يكون للدول الأشد فقرا وليس مصر، معناه ونعني تحديدا بالسودان، وهو ما تم بالفعل أن قرابة 5 مليار. دكتور إمام تالي القمة لا دكتور إمام معلش أنا وقع مني جملة طويلة، هو فرنسا أسقطت 5 مليار دولار مش كده للسودان؟ نعم بالفعل تم اسقاط قرابة 5 مليارات دولار من الديون من فرنسا للقارة الإفريقية. هناك محاولة ايضا للسودان تحديدا، هناك محاولة للضغط على اكثر البلدان يعني دعما او لها ديونا للقارة الإفريقية وهو المارد الاقتصادي الجديد وهو الصين، لمحاولة لتخفيف الديون عن القارة الإفريقية ودعم المشروعات والتركيز على مصر. مصر هي رأس الحربة، منذ سنوات كانت قمة إفريقية صينية وكان الحديث عن طريق الحرير الذي يعود ثانية بعد عقود من الزمن. الآن القمة تحاول أن يكون هناك تنسيقا ما بين البلدان الأوروبية وخاصة فرنسا والقارة من خلال التركيز على مصر، أن تكون مصر منفذا للدعم أو أن تكون وسيطا ما بين البلدان الأوروبية والإفريقية ومحاكاة للنموذج الاقتصادي. طب دكتور إمام يعني ماذا عن المشاركة الصينية في هذه القمة إذا كنا نعول كثيرا على استجابة الصين لإسقاط جزء كبير من ديون أفريقيا زي ما حضرتك تفضلت؟ نعم كما ذكرنا هناك قوة اقتصادية واعدة الآن تسحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة، هي تحديدا الصين، الاتحاد الأوروبي، هم يحاولون. الصين بالمناسبة كقوة اقتصادية الآن ليست فقط قوة اقتصادية وإنما تحاول أن تكون أيضا قوة عسكرية. هناك لأول مرة يكون هناك قاعدة عسكرية للصين في جيبوتي. كما نقول أن مصر تحاول أن تقوم بأعمال كثيرة سواء كانت أعمال مساعدات للعديد من البلدان الإفريقية أو يعني محاولة أن تقوم بنقل الخبرة المصرية التي جاءت من خلال الشركات المصرية العملاقة التي قامت بأعمال كثيرة. هناك شركات مصرية قامت بسد كبير في تنزانيا، نحاول أن نعيد الفترة الذهبية لمصر خلال خمسينات وستينات القرن الماضي إبان فترة الرئيس جمال عبد الناصر، وهي تحاكى ثانية من خلال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. بشكرك جدا دكتور إمام غريب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. نرجع القاهرة، كل اللي فات كان من باريس وأهمية الزخم السياسي والاقتصادي والمباحثات أيضا العسكرية. الرئيس امبارح التقى رئيس شركة داسو اللي هي مصنعة لطائرات الرافال وأعلن
رئيس الشركة عن تطلعه لمزيد من التعاون، والرئيس أعلن عن ارتياحه الشديد للتعاون بين مصر وبين الشركة. فيعني الحقيقة الرئيس بيشتغل على كل الأصعدة في باريس. لكن نرجع القاهرة نشوف دكتور مصطفى مدبولي يتفقد مشروعات تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول المنصورة عقب تفقده لمواقع العمل في مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي من بنها للمنصورة. تفقد رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل ومحافظ الدقهلية مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول المنصورة، وتفقدوا عددا من الإنشاءات. نشوف جزء مع بعض من هذه الزيارة ونرجع نكمل مع حضرتك. Thank you.
هي يعني المشاهد اللي كنا بنشوفها دي من المنصورة الجديدة، يعني مش من أمريكا ولا حاجة. يعني أنا نفسي تسألوا كل اللي تعرفوهم اللي دخلوا بيوت في أمريكا وفي أوروبا، وشوفوا الناس في أوروبا بالذات، لأن أوروبا دي عواصم قديمة وشديدة الازدحام. اللي عنده استوديو في العواصم المزدحمة دي بيعتبر نفسه يعني ياما هنا ياما هناك، يا دوبك والسرير في الصالة والمطبخ أمريكان اللي هو لازق في الأوضة، ما فيهوش مطبخ مقفول، يعني الحكاية صعبة جدا. فالحقيقة ده إنجاز كبير اللي مصر بتعمله ده، ربنا يوفق كل خطوة عشان أبناء مصر يعيشوا عيشة جميلة وهما يستحقوا كل خير. الحقيقة غادر القاهرة اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على رأس وفد عسكري رفيع المستوى متوجها لجمهورية قبرص في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الدول الصديقة. من المقرر أن تشهد الزيارة إجراء محادثات ثلاثية على مستوى وزراء الدفاع لكل من مصر وقبرص واليونان لدعم علاقات التعاون العسكري ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين مصر وقبرص واليونان في العديد من المجالات. سيادة اللواء دكتور محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية نصر العسكرية العليا، مساء الخير يا فندم. خير أستاذ إيهاب، على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني سيادة اللواء، توقعات حضرتك لتوقيت وأهمية هذه الزيارة وما يمكن أن ينتج عنها إيه؟ أنا في البداية لازم نقول أن مثل هذه الزيارات بتتم بصفة دورية منذ عام 2019. أيوة. بتتم هذه اللقاءات إما في القاهرة أو في قبرص أو في أسينا. أيوة. ده بيؤكد على أهمية التنسيق والتعاون الدائم والمستمر مع الدول الصديقة التي منها وعلى وجه الخصوص في منطقة شرق المتوسط. أيوة. وعلى وجه الخصوص اليونان وتركيا. وبالتالي فهذه اللقاءات بيننا وبينهم في إطار بتهدف إلى استمرار التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث، خاصة في مجالات التدريب المشترك وتبادل المعلومات والخبرات وتأمين وحماية المياه الاقتصادية والإقليمية والثروات الموجودة لها، وكذا مقاومة أعمال التسلل والتهريب والهجرة الغير شرعية ومجابهة التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش. إضافة طبعا يعني احنا عارفين ان الأوضاع في هذه المنطقة لابد وان تكون هناك قوة بتعمل بصفة دائمة وعناصر موجودة في جاهزية عالية لمجابهة اي من هذه احنا بنقول عليها التحديات التي تصل الى درجة التهديدات. أيوة. في ظل وجود مناطق للثروة ومنها حقول الغاز في هذه المنطقة، مع الحفاظ طبعا على حاجة هامة جدا ودي احنا دايما بنراعيها، الحفاظ على علاقات ومبادئ حسن الجوار. أيوة. والقانون الدولي. أيوة. كل ده بيتطلب بصفة دورية تقييما عاما لهذه التحديات وهذه العدائيات والمخاطر، وأيضا التعاون وثيق بين الدول الثلاث. طبعا لو سيادتك نرجع برضو للخلف شوية هنلاقي ان احنا كنا بننفذ تدريبات مشتركة طبعا يا فندم، كنا ويطلق عليها ميدوزا. أي. والتدريبات المشتركة بتتم مع اليونان ومع تركيا ومع معظم دول العالم. ولابد يا فندم وحضرتك تصلح لي، لابد ان تظل هذه القوة الجديدة متماسكة لضمان ايضا استقرار ليبيا وما وصلت اليه من محادثات ان شاء الله تصل بنا للانتخابات في اخر السنة بإذن الله تعالى. يتم تنفيذ كافة الالتزامات بين الإخوة الليبيين الذين يلتزمون بها أمام العالم، بحيث أولا إخلاءها من كافة العناصر الأجنبية التي موجودة على أرضها اللي احنا بنقول عليهم المرتزقة. أي. احنا مش بنقول هم كده في الواقع، لأن ده بيهدد الأمن القومي. أي. لينا أولا وللدول، وتحديد للدول الموجودة في المنطقة، ليس مصر فقط وليست اليونان أو قبرص فقط، ولكن دول شمال أفريقيا بالكامل. أيوة بشكرك. لأن هذه العناصر يصل عددها إلى حوالي 17,000 عنصر. أيوة. يمكن أن يتسللوا إلى دول جنوب الساحل والصحراء كمان. بالزبط.
يعني هي ممكن يأتونا عن طريق الجنوب أي. من خلال هذه الدول. فالعملية زي ما سيادتك تفضلت كده كل ده بيصب في إطار صيانة الأمن القومي المصري طبعا. والأمن القومي لهذه الدول الصديقة. شكرا جزيلا التي نجد منها كل تعاون في هذا الظروف. شكرا. أشكر سيادتك جدا سيادة اللواء الدكتور محمد زكي الألفي مستشار بأكاديمية مصر العسكرية. وبشكركم مشاهدينا. نعود بعد فاصل قصير للحديث مع الأستاذ الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس حول القمة الثلاثية اليوم بين مصر وفرنسا والأردن لمناقشة وإيجاد محاولة للتسوية بين فلسطين وإسرائيل ووقف النار والانخراط في محادثات سلام فوري.